بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. احنا النهارده الاحد الثاني من بقونا هنتامل مع بعض انجيل القديس لوقا 5 من 17 ل 26. هنتامل شفاء مقعد كفر نحوم. يسوع المسيح بيعمل معجزات، بيشفي بيدي الرب، والناس كلها بتتلم حواليه. بيدخل بيت وبيجي اصحاب شخص حاملينه مقعد مصاب بالشلل، بيطلعوا فوق وبيحفروا حفرة في سقف البيت وينزلوا هذا المقعد بين يدي يسوع. يسوع بيعجب بإيمانهم وبينظر ليه وبيشفي المفلوج أو المقعد، لكن بيستخدم كلمة مهمة جدا: مغفورة لك خطاياك. بيغفر الخطية. الكتبة والفريسيين بيصوروا، مش بيعجبهم الكلام ده. إزاي يقول كده؟ لا، مفيش غير الله وحده هو اللي بيغفر الخطايا. يسوع بيعلم بفكر قلوبهم وبيقول لهم عشان تعرفوا انه ابن الانسان قادر انه يغفر خطايا، بيقول للمفلوج: قم احمل فراشك وامشي. وبيقوم هذا المفلوج. عايز اتامل معاكم في ثلاث نقط في هذا النص. النقطه الاولى هي ايه هي المعجزه اللي حصلت. المعجزه الحقيقيه اللي حصلت هنا هو انه يسوع المسيح حرر هذا المقعد من خطيته. الغفران هو معجزة الخلاص الحقيقية. ليه؟ لأن الغفران هو اللي بينقل هذا الشخص إلى أنه يكون إنسان حقيقي. في النهاية يسوع بيقول له: قم واحمل فراشك، مش أقف، قم. لأن المعجزة هنا انتقال من الموت للحياة، في قيامة حصلت. قيامة ليه؟ لأنه هذا الشخص اتحرر من خطيته وانتقل من أنه هو إنسان خاطي إلى إنسان عنده كرامة حقيقية قدام الناس. هي دي المعجزة الحقيقية، هي دي المعجزة اللي ممكن كل واحد فينا مدعو إنه يعيشها النهاردة. معجزة الغفران هي دي المعجزة اللي بيديها الله لينا من خلال يسوع المسيح في كل زمان وفي كل مكان. الحاجة التانية اللي احنا مدعوين ليها هو إنه إزاي يسوع بيعلن عن نفسه ابن الإنسان، بيعلن عن نفسه ابن الله من خلال غفران الخطايا. وإزاي بيعلن عن ده؟ من خلال الشفاء. شفاء المرض الجسدي المرئي مش هو الغاية. الغاية إن احنا نفهم مين هو يسوع المسيح ابن الله اللي بيغفر الخطايا. فما هو مرئي؟ شفاء المرض بيعلن وبيكشف ما هو غير مرئي: قدرة يسوع المسيح على غفران الخطايا. وهي دي اللي بيكمل المعجزة، لأن المعجزة مش سحر. المعجزة بتعلن مين هو يسوع المسيح ابن الله. نتأمل هؤلاء الأصدقاء اللي قدروا إن هم يضعوا صديقهم في محنته أمام يسوع المسيح. أنا بدعوكم النهاردة تصلوا لكل صديق كان معاكم في محنتكم، قدر إن هو يرفعكم، يضعكم في صلاته، وصلاته ساعدتكم إنه كنتم تتخطوا المحنة. كمان تقدموا أصدقائكم أمام الرب، أصدقائكم اللي كمان في محنة أو محتاجين صلاة. صلوا بإيمان، لأن يسوع المسيح بينظر إلى هذه التشفعات وبيستجيب، لأن إحنا بنصلي لبعض. إحنا ككنيسة مدعوين ومحتاجين إن إحنا نصلي لبعض ونقدم للرب المحتاج اللي بيمر بمحن واللي بيمر بتحديات، علشان الرب يسمع لينا وينقذه ويتدخل في حياته ويعمل معاه معجزات. آمين. Thank you.